ويا صباح الخير ويا صباح النشاط. ان شاء الله الكل نشطين وقاعدين من وقت وبدأوا يقعدون من وقت اللي ما كانوا يقعدون من وقت. اني قعدت من وقت اليوم بالخمسة، بس قعدت فتحت التليفون لقيت مسجات من الكلاينتين اللي ادربهم الصبح مكنسلين. انا قعدت بعد قمت، لانه من اقعد اطلع من الغرفة حتى ادم لي يقعد، ففتحت التليفون واني طالع برا، صعبة صارت الدخلة مرة ثانية حتى أرجع أنام لي ساعة أو ساعتين إلى حد ما أحضر نفسي وأروح للدوام. فقمت ظليت قاعد على كيفي، حضرت روحي، سبحت، بدلت، رتبت الأمور اللي أحتاجها. كان عندي وقت مرتاح ومترهي كلش، وقدرت أطلع، وهسه طالع مثل ما شايفين ساعة 7:30 رايح للمكتب، إن شاء الله أوصل على 8. اليوم ما أعرف إيش راح أتمرن صراحة، ما فكرت البارحة، لأنه البارحة بس كنت دا أريد أرجع حتى أنام. وصلت للبيت البارحة بالدعش بالليل، شوية قعدت ويا مدينة، سولفنا شوية نص ساعة، وراها رجعنا نمنا، لأن هي تعبانة أمير قاعدة ويا هذا من وقت. فالمهم اليوم ما أدري، أنا سويت صدر، سويت ظهر، سويت رجل الخميس، احتمال أرجع أسوي رجل اليوم. اليوم احتمال رجل على الأكثر، أو يجوز باي تراي. اليوم السكيدجول مالتي راح يكون نوعا ما شوية مشغول وبيزي ويا الكلاينتس. على العموم خلينا نقعد بالمكتب، أخلص لكم الفيديو وأحمله مال البارحة، وأنطيكم وراها الأحداثيات إيش راح أسوي باليوم مالتي إن شاء الله. هذا الشوفان والبروتين أشتغل لكم على الفيديوهات. هذه القهوة السوداء، بطل المي. تحديثات هواية صارت، تمرنت تمرين باي تراي سريع، خلصت كلاينت بلامير، خلصت اجتماعاتي برا، كلها ركض ركض كانت، فلذلك ما قدرت أصور لكم أحداث. أكلت وجبتين لحد الآن، هسه كنت أكل وجبة قبل لا أصور، ألزم الكاميرا وأصور. الكاميرا مالتي اللي أصور بها كل مرة ما أعرف وين حاطها، فسد أصور لكم بالموبايل. صراحة ما أعرف إذا الصوت واضح أو لا، بس الصورة كلش حلوة تطلع بالموبايل، خاصة هذا الـ 12 الجديد، 12 بلس ماكس أتصور، 12 برو ماكس يمكن. المهم صورته كلش حلوة. اي نرجع على التمارين، تمرنت باي تراي تمرين سريع، صورت كم لقطة اللي قدرت أصورها، كانت عندي نص ساعة كلش كافية بالنسبة للباي تراي، نص ساعة أكثر من هذه معناها تضيعون وقت والتمرين مالتكم مو effective. شنو معناها بالعربي؟ يعني ما أدري، ألقوها دوروها effective، حاولكم حاول نعلمكم شوي إنجليزي. المهم
وصلت لدبي مول هسه، كنت احكي ويا ادم. ادم كان داي يسبح ويا امه طبعا، رايحين للمسبح مع الاطفال، داي يتعلم سباحه، داي يركض وداي يطارد داي يمشي. عيد ميلاد الخميس مو هسه، شكرا لمعايداتكم طبعا، بس هو عيد ميلاد الخميس مو هسه. احنا اليوم هسه هذا الفيديو دا احكي وياكم بي اليوم اثنين، يعني بعد 3 أيام تقريبا عيد ميلاد ان شاء الله يصير سنة. خلي اروح ادرب الكلاينتس وارجع لكم. دا انتظر بقية الكلاينتس حتى اخلص، جوعان، خلصت وجبتين، بقيت لي وجبتين، ما اعرف اذا اكل هسه وجبة او لا، بس دا اصبر روحي بهاي القهوة والمي الى حد ما ادفع الوجبات بالاخير حتى ما اظل جوعان، لانه هسه بدت مرحلة التنشيف الصارمة، لانه ما بقى لي شيء. دا احس بتعب، دا احس بنحول اتصور، لانه طالت المدة وموضوع الضغط على القاعدة من الصبح وشغلين والتنقل وهذه، بديت أحس بشوية بنحول، بس بعدني عازم ومستمر إن شاء الله، يعني ما راح أخلي هالتعب هذا يأثر علي. بس الحقيقة لازم واحد ما يعني ما يبتعد عنها، فعلا بديت أحس شوية بتعب، بس رغم هذا دا أحاول أصبر نفسي ودا أحاول أمشي، لأنه الهدف هو المركز الأول إن شاء الله. بس راح اخلص القهوه هسه والمي واشوف ان شاء الله شو يصير. اوكي شباب، هسه الساعة 10:00، راجع بالطريق. أنا طبعا نسيت انه اشيل الكاميرا واصور لكم، بس كنت اصور البوزات ويا شباب اثنين وياي بالجيم راح يشتركون بالمسابقة، وهذول الشباب هاي حاولنا كم لقطة راح انزل لكم. الشباب هذول راح ينزلون كلاسيك، الكلاسيك قلنا الفرق مالتهم بالبوزات وبال بالرجل، يعني يظهرون الرجل، هم ما شاء الله رجلهم متناسقة ويا اجسامهم الفوق، فراح ينزلون كلاسيك فيزيك يسموها، هاي بالنسبة لي فيزيك. ف خلصت وياهم والكلاينت الاخير كنسل، فكان عندي وقت انه اتدرب وياهم على البوزات وناخذ لقطات سويه، وواحد يشجع الثاني وواحد يحمس الثاني، فان شاء الله تستفيدون من المعلومات اللي تصير وتشوفون الاحداث واللقطات. على العموم راجع هسه للبيت، كلش نعسان كلش تعبان، باقيت لي وجبه ما اتصور راح اقدر اكلها، راح اخليها يجوز في الثلاجة وشوف لها شعر اخر. وبس راح اروح انام، لانه باكر وراي قاعدة من 5 الصبح مثل كل يوم، وانام شكلها ضباب اليوم، باكر بعد اكثر الضباب، يمكن لازم اطلع من وقت، لانه ساني راجع بالعشرة بالليل على الطريق ودا اشوف الضباب نازل يعني هواية. خلاص، لا تنسون الاشتراك، لا تنسون اللايكات، الدعم بالتعليقات باللايكات بالشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير. باكر فيديو جديد وحماس وتحفيز، تصبحون على خير، باي باي.